السلام عليكم. فيديو اليوم سيكون عن مجموعة من الإيحاءات والأشياء الغريبة التي ظهرت في لعبة كابهيد. لكن قبل البدء، ما هي لعبة كابهيد؟ كابهيد هي لعبة تم إصدارها في عام 2017 على الإكس بوكس 1 وعلى المايكروسوفت ويندوز، ورسومات اللعبة تشبه الرسوم المتحركة في الثلاثينيات. تم إنشاء اللعبة من قبل استوديو MDHR، وتحتوي اللعبة على إيحاءات كثيرة، لهذا دعوني أكشف لكم بعضا منها. وقبل البدء، اذهبوا واشتركوا في قناتي للأنمي وتفعيل الجرس لأنه أهم من الاشتراك، رابط القناة موجود في الوصف. وأتمنى أن تضغط على زر الإعجاب لهذا الفيديو لتقديم المزيد من الفيديوهات. وإذا كنت جديد، لا تنسى أن تشترك وتفعل الجرس للتوصل بالجديد، وأيضا شاركوا الفيديو في كل مكان لأن هذا يساعدنا كثيرا. وإذا كانت لديكم أفكار أو اقتراحات، اذكروها في التعليقات. شخصية ماجمان، وهي احدى الشخصيات الرئيسية في لعبة كابهيد، حيث يلعب من قبل اللاعب الثاني ويمكنه الانضمام والخروج من اللعبة في اي وقت. لكن هل تعلمون ان شكل شخصية ماجمان مستوحى من شخصية أوزوالد ذا رابت، وهو ارنب مجسم لشخصية كرتونية متحركة انشأها والت ديزني، ووزعت من قبل استوديوهات يونيفرسال في عام 1920 و 1930، وهي بمثابة اول شخصية انشأها والت ديزني في سلسلة كرتونية خاصة به. الفأر ويرنر ويرمان، وهو احدى القادة في لعبة كابهيد، ظهر في مستوى ميورين كور. طبيعة المعركة في هذه المرحلة قد تكون اشارة الى برنامج توم وجيري، حيث ان الفأر ويرنر ويرمان اشارة الى شخصية جيري، والقطة الذي ظهر في هذا المستوى اشارة الى شخصية توم. ومن الارجح ان تكون الدبابة التي يركبها الفأر اشارة الى بينزر ترابين الالمانية، التي كانت آلة حربية شعبية في الحرب العالمية الاولى، او قد تكون اشارة الى بانزر في اي 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 ماوس، وهي الدبابة شديدة ألمانيا في الحرب العالمية الثانية. ونظرا لوجود كلمة ماوس في اسم الدبابة، حيث أن هذه الكلمة لها شبه بكلمة ماوس والتي تعني فأر، وربما لهذا السبب كان الفأر هو الذي يركب الدبابة. كاغني كارنيشن، هو قائد المستوى الذي يحمل عنوان فلورال فيري. في المرحلة الأولى، عندما كان القائد يقوم بحركات بيديه، كانت هذه الحركات إشارة إلى رقصة شبح في كرتون سوينج يو سينرز، وهو كرتون قصير تم إنشاؤه في عام 1930. إلدر كادل، هو شخصية في لعبة كابهيد الذي يعمل بصفته القائم بأعمال كابهيد ومجمان. ومن الأرجح أن شخصية إلدر كادل قد تكون إشارة إلى شخصية مستر كافي بات من كرتون بيكنيك بانيك، وهو كرتون تم إنشاؤه في عام 1935. سالي ستيجي بلاي، وهي قائدة المستوى الذي يحمل اسم دراماتيك فاناتيك، حيث أن شكلها هو إشارة إلى الملكة الشريرة في بيتي بوب سنو وايت، وهو فيلم في سلسلة بيتي بوب والتي تم إنشاؤها من قبل استوديو فلايشر في عام 1933. في احدى المراحل يظهر نقار خشب، ونقار الخشب هذا شكله يشبه بشكل كبير وود يودبكر وشخصية بورك رايند، وهو صاحب متجر في لعبة كابهيد، حيث يبيع السحر والاسلحة لمساعدة اللاعب، وقد يكون هذا اشارة الى تاجر الموجود في لعبة ريزيدنت ايفل 4، وايضا قد يكون شكله اشارة الى شخصية بوركي بيك، وهو خنزير موجود في سلسلة لوني تونز.